وبركاته. اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي. معاكم النهارده برضو الاستاذ محمد محي. هنبدا ان شاء الله نكمل منهج الفيزياء. هناخد النهارده الفصل الثاني اللي بيتكلم عن حاجه اسمها الكميات القياسيه والمنتجه. الفصل الثاني من الباب الاولاني. طيب زي ما احنا اتفقنا مع بعض بنمسك كل حته في العنوان والفصاصه. هنمسك مع بعض الكميات. يعني ايه كميه؟ خدناها قبل كده قلنا ان كلمه كميه يعني اي شيء قابل للقياس، اي حاجه اقدر اقيسها فتسمى كميه فيزيائيه. برضو جينا في الفصل الاولاني قسمنا الكميات الفيزيائيه الى كميات اساسيه ومشتقه، وانت عارف ان الكميات الفيزيائيه الاساسيه هي كميات فيزيائيه لا تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى. فتعريف الكميات الاساسيه زي مين؟ زي الطول والكتله والزمن. طيب النوع الثاني اللي هي الكميات المشتقه. وما هي الكميات المشتقه؟ هي كميات فيزيائيه تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى، زي الشغل، زي الطاقه، زي العجله، زي السرعه، زي اي حاجه اقدر اعبر عنها بقانون او اعبر عنها بمعادله او علاقه رياضيه. النهارده في الفصل الثاني بنقسم برضو الكميات الفيزيائيه بس نوع ثاني من التقسيم، بنقسمها الى كميات قياسيه ومنتجه. فعلى جنب كده نفهم مع بعض الكميات. طب يا استاذ انا فهمت ان الكميات بتاعتي نوعين، ايه هما النوعين؟ النوعين بتوع اللي هما الكميات اللي هما كميات قياسيه وكميات منتجه. طب نمسك الاول، يعني ايه كميه قياسيه؟ كميه قياسيه هي الكميات الفيزيائيه التي يكفي لتعريفها او يكفي لتحديدها او يكفي لوصفها. يعني انا محتاج ان انا حاجتين بس، ايه هما؟ عشان افهم الكميه القياسيه انا محتاج فقط المقدار وحاجه ثانيه تعبر عن المقدار وهي وحده القياس. يبقى الكميه القياسيه عشان اقدر افهمها محتاج حاجتين بس، المقدار ووحده القياس. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول لك مثلا وليكن كتله جسم، اي زي الكتله، لما اجي اقول لك وليكن مثلا كتله جسم ب 5 جرام، خلاص انا كده فهمت كتله جسم معايا ب 5 كيلو جرام، خلاص الموضوع انتهى. يبقى انا فهمتها بالمقدار وهو الرقم، يبقى ده كده عندي انا في الفيزياء اسمه مقدار، والحاجه اللي بتتكتب جنب منه دي اسمها وحده الايه؟ القياس. يبقى الكميه القياسيه اقدر افهمها بحاجتين، المقدار وحده القياس بس. اديني امثله، عندك امثله كتير زي الكتله، زي المسافه، خلي بالك زي وليكن مثلا زي الكثافه، زي الحجم، زي المساحه، كل دي اسمها كميات ايه؟ قياسيه. اقدر افهمها بالمقدار وحده القياس بس. في النظام القديم كان يجي يقول لك علل، او الطلبه الازهريه يقول لها علل، يعتبر الحجم من الكميات القياسيه؟ تقول لان الحجم كميه فيزيائيه يكفي لوصفها معرفه المقدار ووحده القياس فقط. بينما الكميه المنتجه من اسمها متجهه، يبقى انا محتاج حاجتين بالاضافه الى واحده كمان، اللي هما ايه؟ محتاج المقدار طبعا، لابد من وجود المقدار، ولابد من يكون ايضا وحده القياس، ولا بد من وجود هنا حاجه زياده اللي هي الايه؟ الاتجاه. عشان كده سميت كميه متجهه، يلزم لتحديدها المقدار ووحده القياس والاتجاه. نرجع كده مع بعض التعريف، ما الكميه المتجهه؟ هي كميه فيزيائيه يلزم لتحديدها معرفه المقدار ووحده القياس والاتجاه. في بعض الناس ما بتجيبش سيره وحده القياس اصلا، يقول لك دي القياسيه مقدار فقط والمتجهه مقدار واتجاه. صح ولا غلط؟ لا صح طبعا، على اساس ان احنا عارفين قبل كده ان اي مقدار بدون وحده قياس ليس له معنى. طب اديني امثله يا استاذ. حاضر، عندك من امثله الكميات المتجهه اللي يلزم لها الاتجاه زي الازاحه. ها انا مشيت ازاحه 5 متر، طب انت مشيت الازاحه دي 5 متر رحت فين؟ مشيت شمالا ولا جنوبا، شرقا ولا غربا، رحت اي اتجاه. فلا بد عشان افهم الازاحه لازم افهمها بالمقدار ووحدة القياس والاتجاه. ايه تاني؟ زي العجلة. ايضا العجلة كمية متجهة. ايه تالت؟ زي الضغط. ايه رابع؟ زي القوة. زي الوزن. كل دي اسمها كميات ايه؟ متجهة. يبقى احنا فهمنا مع بعض يعني ايه كمية قياسية ويعني ايه كمية متجهة. طب تمام. في ناس كانت تيجي تقول لك مثلا يا استاذ هو الحجم ده كمية ايه؟ أقول له خلي بالك إن الحجم ده كمية قياسية وفي نفس الوقت تعتبر كمية مشتقة. أنت عندك الحجم أهو كمية قياسية مقدار وحده قياس بس، وفي نفس الوقت ليه قانون فيعتبر كمية مشتقة.
بينما المسافة، ايه هي المسافة؟ المسافة هي تعتبر كمية قياسية أساسية في نفس الوقت. طب تعالى الناحية التانية، الإزاحة، ايه الإزاحة؟ الإزاحة تعتبر كمية أساسية ملهاش قانون، وفي نفس الوقت برضو ايه؟ متجه يلزم لتحديدها المقدار ووحدة القياس والاتجاه. كده فهمت الفرق؟ يبقى لما اجي اقول لك مثلا اختر الاجابات الصحيحه، تعتبر المسافه من الكميات، المسافه تعتبر من الكميات الاساسيه المشتقه، الاساسيه المتجهه، ولا الاساسيه القياسيه، ولا المشتقه قياسيه، ولا مشتقه متجهه؟ لا انت هتفكر، انا بتكلم على مين؟ على المسافه، فتعتبر كميه اساسيه قياسيه. تعال هنا، الضغط يعتبر كميه ايه؟ يعتبر كمية مشتقة لأن ليها قانون وفي نفس الوقت متجه يلزم لتحديدها الايه؟ الاتجاه. طيب احنا كده فهمنا الفرق ما بين الكمية القياسية والكمية المتجهة. تعال نعرف ايه الفرق ما بين المسافة والإزاحة، وده الجزء الثاني النهاردة. ايه يا أستاذ الفرق بين كلمة مسافة وإزاحة؟ المسافة هي كمية قياسية تعرف بالمقدار ووحدة القياس فقط. خلي بالك برضه إن المسافة تعرفها هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من البداية إلى النهاية. يعني أنا دلوقتي عشان أتكلم عن المسافة يهمني أنت مشيت قد إيه، ماليش دعوة أنت رحت فين، بس يهمني أنت مشيت كام خطوة أو مشيت كام متر، وأنا أعرف الفرق دلوقتي في المسافة. بينما الإزاحة، لا استنى، ده الإزاحة دي تعتبر كمية متجهة، فبنقول الإزاحة هي المسافة المقطوعة ولكن في خط مستقيم او في اتجاه ثابت او في اتجاه محدد او اتجاه محدد، يبقى انا حددت لها ايه؟ اتجاه، فتعتبر كميه متجهه. في مشكله كده؟ طب تعالى ناخد مع بعض مسائل يمكن نقدر نفهم. بص يا سيدي، عندك مسائل كتير، نبدا باول مثال وليكن مثلا مثال بسيط. بدا الجسم من موضع ايه لحد ما وصل للموضع بي وليكن مشي في الاتجاه ده مسافه 5 متر. فما مقدار المسافة؟ هتقول لي يا أستاذ الأول المسافة رمزها إيه؟ بص يا سيدي، المسافة رمزها اس ووحدة قياسها المتر، بينما الإزاحة رمزها دي ووحدة قياسها المتر برضه. قال لك يعني المسافة والإزاحة الاتنين زي بعض في المتر؟ اه الاتنين زي بعض في وحدة القياس. فلما اجي اقول لك خلي بالك من دي، عفوا، كميه متجهه، كميه متجهه ووحده قياسها المتر، يبقى دي الازاحه. بينما كميه قياسيه ووحده قياسها المتر، دي تمشي مسافه، تمشي طول، تمشي اي حاجه. طيب تعال ناخد مثال، وليكن بدا من ايه الى بي، فانا محتاج ان انا احسب المسافه. عادي جدا، ايه تعريف المسافه؟ المسافه يا استاذ هي المسار الفعل الذي يسلكه الجسم من البداية إلى النهاية. أنا مشيت من A لB قد إيه يا عم؟ 5 متر. خلاص يبقى دي المسافة. طب الإزاحة؟ الإزاحة لا، تعريفها هي أقصر خط مستقيم من البداية إلى النهاية. فأنا بدأت من عند إيه؟ رحت فين؟ عند B. الخط المستقيم بتاعها من A لB كام؟ 5. خلاص يبقى 5. بس يفضل إنك تعمل فوق منها سهم عشان تقدر تفرق ما بين الكمية القياسية والكمية المتجهة. في بعض الناس بيفضل انك تكتب لها شرقا او غربا، فبالتالي لازم احدد الاتجاهات. طب خليني افكرك بيها. الاتجاهات اللي انت خدتها في التاريخ او في الجغرافيا في الدراسات، يعني اللي فوق ده يبقى اسمه شمال، واللي تحت اسمه جنوب، واللي على اليمين ده يبقى اسمه شرق، واللي على الشمال ده اسمه ايه؟ غرب. فانا دلوقتي ده موضع البداية بتاعي اهو، ده اللي انا بدأت عنده. انا مشيت كده، يبقى الاتجاه بتاعي ايه؟ شرق. اللي بالك السؤال ده يقول لك ايه؟ تتساوى المسافة مع مقدار الازاحة امتى؟ اذا تحرك الجسم في خط مستقيم. يبقى الجسم لو اتحرك في خط مستقيم فان المسافة تساوي مقدار الازاحة. طيب تمام، ده مثال. هناخد مثال تاني بالترتيب كده. بدأت من ايه؟ لحد ب وليكن مسافة 4 متر. قال لك ثم عاد، عاد مرة أخرى، يبقى رجع تاني أهو يا سيدي، رجعت تاني لفين؟ لإيه؟ فما مقدار المسافة؟
قلت له يا استاذ المسافة هي المسار الفعلي اللي انا سلكته، رحت كام؟ رحت 4 جدع. طب ورجعت كام؟ برضه 4. يبقى انا مشيت قد ايه؟ مشيت 8 متر. يبقى دي المسافة. طب الازاحة؟ لا استنى، ايه هي الازاحة؟ هي اقصر خط مستقيم من البداية الى النهاية. طب انا بدأت فين؟ بدأت عند ايه؟ لما رحت البي عدت تاني او رجعت تاني، يبقى انا رجعت تاني للموضع بتاعي، فانا الازاحة هنا تساوي ايه؟ زيرو. طيب تعال ناخد كمان مثال، اظن ده سهل، بس استنى، اول لما اشوف كلمة عادة مرة اخرى الى موضع البداية فان الازاحة ايه؟ صفر. يبقى متى تتساوى الازاحة بالصفر؟ اذا عاد الجسم مرة اخرى الى موضع البداية. كل دي افكار سهلة وبسيطة. طيب ما تيجي ناخد فكرة عالية شوية، زي ايه؟ زي كده مثلا، تحرك الجسم بهذا الشكل. كده انا بدأت مثلا من عند A لB، رحت لC ثم D، وصلت هنا لE في الاتجاه ده. فأقول لك مثلا ان من A لB وليكن 3 متر اهو. طب من B لC وليكن 4 متر. طب من C لD وليكن مثلا 6 متر. ومن D لE خليها 8 متر. فتقول لي يا استاذ المسافة كام؟ بص يا سيدي، المسافة ايه تعريفها؟ هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من البداية إلى النهاية. يبقى أنا مشيت كده 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 كده، فأجمع كل اللي أنا مشيته، يبقى أنا مشيت الأول 3 زائد 4 زائد 6 زائد 8 جدع، اجمع 10 و8 18 و3 يبقى 21 متر. يبقى المسافة يا أستاذ 21. طب ركز كده بقى، أنا عايز الإزاحة. لا استنى، الإزاحة هي أقصر خط مستقيم من البداية إلى النهاية، يبقى أنا لازم أوصل للشكل ده. لازم أفكر إزاي أجيب الخط ده. لو أنت بصيت عليه كده هتلاقيه عامل لك مثلثين، أسامهم مثلثين، مثلث فوق صغنن أهو اللي هو الأضلاع بتاعته 3 و4، ومثلث تاني اللي هو 6 و8. فالإزاحة هي طول الخط ده من A لE، خط المستقيم. طب أجيبه إزاي؟ أيوة أستاذ، إحنا خدناها قبل كده في الرياضة، إن لما يكون مثلث ومعايا ضلعين أقدر أجيب الوتر بنظرية تسمى نظرية فيثاغورس، اللي هي بجيب الوتر إزاي؟ ربع الضلعين تحت الجذر، ربع ربع واجمع تحت الجذر، هقدر أجيب الوتر ده. يبقى أنا الأول هقسمه وترين أو مثلثين. هجيب الأول الحتة AC من المثلث 3 و4، فلما تعمل جذر بتاعك خلي بالك إن الإزاحة بتاعتي إيه؟ من A لE، فلازم أجيب الحتة الأول AC لحد هنا، ثم أجمع من C لE. فلما أجيب الجزء اللي فوق ضلع بـ4 وضلع أو ضلع بـ3 وضلع بـ4، يبقى أنت عارف إن ده مثلث شهير، ربع ربع واجمع، فيديك الوتر ده كام؟ 5 جدع. طب هنا 6 و8 برضه مثلث شهير، 6 تربيع زائد 8 تربيع تحت الجذر، فيديني دي كام؟ 10. يبقى الازاحه دي كلها بكام؟ ها؟ 10 او 5 زائد 10 يدينا 15 متر متجه. يبقى انا كده جبت الازاحه. طب ليها طريقه ثانيه؟ ليها طريقه ثانيه، ايه هي؟ بص يا سيدي، انا ممكن انزل كده، دي طريقه ثانيه خلي بالك، واعمل كده، اعمل عمل، اقفل دي، فيديني مثلث كبير اهو، بص كده اهو، وليكن نسمي الحته دي اف، النقطه دي اف اللي انا عملتها. فانت عندك الضلع ده كله اهو، دي بثلاث ماشي، ودي بكام؟ زي الف والشهر، دي بسته يبقى الف والشهر بست، يبقى الضلع ده كله بكام؟ بتسعه. طب تحت دي بكام؟ باربعه، يبقى الف والشهر زيها باربعه، يبقى الضلع ده كله بكام؟ اربعه وثمانيه 12 متر. يبقى انت كان عندك مثلث كبير جدا اللي هو AFE. AFE مثلث كبير، ضلع ب 9 وضلع ب 12، ربع ربع واجمع تحت الجذر، اديك الضلع ده كله بكام؟ ب 15 متر. مسألة حلوة ولذيذة. فيها فكرة برضه. طب تعالى ناخد مسألة كمان. وليكن مثلا تحرك جسم بهذا الشكل. ها؟ كده. وليكن الضلع ده ب 1 متر، والضلع ده ب 3 متر،
والضلع ده بتلاتة متر. نقطة اسمها A B C D. عايز المسافة؟ انا عارف انك جاوبتها بسرعة. اي هي طول المسار الفعلي، يبقى واحد زائد تلاتة زائد تلاتة ناتج يديك سبعة متر. في سهل. طب الازاحة؟ ما انت عارفها، احنا عارفينها ايه؟ الازاحة الاكثر خط مستقيم من البداية الى النهاية، يبقى انا عايز الحتة دي. فانت تفكر تجيبها ازاي؟ هتقول لي يا استاذ مثلثين، اقول لك غلط. ايوه يا استاذ مثلثين هم ماشي، بس انت دلوقتي الحتة دي انت عارف اللي فوق بكام واللي تحت بكام؟ هتقول لي واحد ونص. لا مش واحد ونص، واحد ونص. انا ما قلتش، ما اعرفش هما كام. انا عارف ان الضلع كله بتلاتة، لكن دي بكام ودي بكام ما اعرفش. طب الحل ايه؟ زي دي. نفكر في الطريقة التانية من دي. هتكمل كده وتكمل كده. اديك مثلث اهو منقط كبير اسمه A، وليكن مثلا F A F D، المثلث الكبير ده. طب هتجيب اضلاع ازاي يا استاذ؟ حاضر، ثانية واحدة. مش من هنا لهنا بتلاتة؟ يبقى اللي في وشها زيها، يبقى دي برضه بتلاتة. طب من هنا لهنا بواحد؟ يبقى اللي في وشها زيها. يبقى انت عندك هنا ضلع بتلاتة، وضلع بتلاتة واحد يبقى كام؟ أربعة. هات الإزاحة يلا. ربع ربع يجمع تحت الجذر أهو. تلاتة سكوير بس أربعة سكوير، الناتج يطلع معاك بخمسة متر متجه. يبقى أنا كده جبت الإزاحة. عندك أفكار كتير، وليكن مثلا مسألة بالشكل ده. فكر كده. دي وليكن مثلا بواحد متر، ودي كلها وليكن مثلا بستة متر. الحتة دي كلها كده اهي ستة متر، وليكن دي مثلا بتلاتة متر، والحتة دي باتنين متر. فيقول لك احسب المسافة، هتجمعها اهي المسافة كلها اهي، واحد زائد ستة زائد تلاتة زائد اتنين، يطلع الناتج تسعة عشرة اتناشر، يبقى المسافة اتناشر متر. طب الإزاحة؟ لا استنى، تعالى بس نرقمهم A B C D E. يلا ايه هي الإزاحة؟ تقول لي اقصر خط مستقيم من البداية الى النهاية. اجيب دي ازاي؟ فكر كده. طب بص تلاقي ان انا ممكن اعمل دي كده كده اهو يا سيدي، ده مثلث، وليكن سمي النقطة دي F. طب اجيب دي ازاي يا استاذ؟ بص يا سيدي، مش دي كلها ستة؟ رجعت انت منهم كام؟ اتنين، يبقى الحتة اللي باقية اللي انا ما رجعتهاش اربعة، يبقى دي باربعة. طب الضلع ده يا استاذ؟ انت عندك دي بتلاتة، وزي هنا دي في وشها بكام؟ بواحد، يبقى الضلع ده كله دي بتلاتة برضه. الضلع ده كله بكام؟ باربعة. اقدر اجيب بقى من فيثاغورس؟ ازاي؟ بص يا سيدي، اجيب الازاحة من قانون فيثاغورس، ربع ربع ويجمع تحت الجذر. الضلع ده باربعة، يبقى اربعة تربيع. زائد الضلع ده بكام؟ واحد وتلاتة يبقوا كام؟ أربعة، يبقى أربعة تربيع. اجمع يبقى اتنين، أربعة أس اتنين، طلع الأربعة بره، طب أربعة جذر اتنين متر. طبعا أنت معاك آلة تقدر تجيبها بكل سهولة. دي الأفكار بتاعة الكميات القياسية والكميات المتجهة. في أفكار كتير، مثلا مسألة زي دي، وليكن دي الأرض وعندي مبنى، ارتفاع المبنى ده 20 متر، سقطت فوق منه كده كرة من المطاط اللي هي المطاطية اللي بتتنطط دي، فاصطدمت بالأرض حتى ارتفعت أو ارتدت مسافة 15 متر، ثم اصطدمت بالأرض فارتدت 10 متر، ثم اصطدمت فارتدت 5 متر. فما مقدار المسافة الأول قبل ما تفكر؟ كل ده ملوش لازمة، ما تفكرليش كده، هي الكرة بتتنطط في مكانها، في مكانها كده. يعني ما تفكرش مثلثات ولا حاجه. طب المسافه ايه المشكله فيها؟ اجمع يلا. ها المسافه بتاعت المساله دي اهي، المسافه اجمع كل ده، هي نزلت كام من فوق؟ نزلت 20 ماشي، زائد خبطت في الارض طلعت كام؟ طلعت 15 اهو، زائد استنى هي مش هتقف في الهواء، لازم تنزل ال 15 تاني عشان ترجع ترتد، يبقى زائد 15 تمام. خبطت في الارض طلعت كام؟ 10،
يبقى لازم تنزل ال 10 اهو يا سيدي، يبقى 10 زائد 10 زائد خبطت طلعت كام؟ 5، يبقى زائد 5 برضه زائد 5. تجمع كل ده 20 و 15 يبقى كده ايه؟ 50 60 70 80 متر. يبقى المسافة 80 متر. طب الإزاحة؟ لا الإزاحة دي فيها تفكير شوية. إيه هي؟ إيه هي الإزاحة؟ هي أقصر خط مستقيم من البداية، أنا ابتديت من أعلى المبنى إلى النهاية اللي هي على الأرض، يبقى أنا عايز الحتة دي. طب دي بكام يا أستاذ؟ أهي قدام منها ب 20 متر. يبقى أقول إذا الإزاحة تساوي 20 متر فوق منها سهم يعني متجه، أو ممكن أقول 20 متر جنوب. بس يا سيدي، يبقى أنا كده اتكلمت بشكل سريع عن الكميات وقسمناهم الى قياسيه ومتجهه، وفهمتك ان القياسيه مقدار وحده قياس بس، عندك امثله كتير، والمتجهه مقدار وحده قياس واتجاه، وبرده اديتك امثله. خلينا مع بعض في الفيديو اللي جاي نشوف مساله الدايره.